أهلا وسهلا بكم، أنا الصيدلي عبد الله العبدلي وضيفي في هذه الحلقة استشاري أمراض وجراحة الجلد والليزر في جامعة الملك سعود والحاصل على البورد الفرنسي والأوروبي والزمالة الأمريكية الدكتور سليم الكرية. حياك الله دكتور. يا أهلا وسهلا. في برنامجنا وبرنامجكم خذ العلم راح نتكلم إن شاء الله عن العناية بالبشرة وكل شيء يخصها من استفسارات وتجارب ومنتجات والكثير الكثير. رغم الاهتمام إلا أنه تطلع لي رؤوس سوداء، إيش الحل؟ بعض البشرات لها قابلية يكون فيها رؤوس سوداء مهما تمت العناية فيها. الرؤوس السوداء تعتبر جزء من البشرة، بالتالي تحتاج إلى عناية مستمرة لأنه ما في طريق أن نلغيها بحيث أنها ما ترجع مرة ثانية. إذن إحنا نحاول نخففها بشكل مستمر وعناية مستمرة. سيرومات لتفتيح ونضارة البشرة ولآثار الحبوب. يعني إذا بختار مركب ممكن يسوي الثلاث أشياء هذه ممكن أفكر في فيتامين سي، مستحضرات فيتامين سي الموضعية. ليش أغلب المنتجات تقل فعاليتها بعد مدة من الاستخدام؟ طبعا هذه فكرة أعتقد أنها ميب دقيقة، الناس يعتبرون أن المستحضر الموضعي بيخسر فعاليتها مع الوقت، هو يوصل مرحلة معينة من التطور أو التحسن وبعدين يوقف عندها، ما في تحسن 100%. الاستمرارية تحافظ على هذه النسبة اللي وصلنا لها. كيف أعرف نوع بشرتي؟ طيب الجلد هو اللي يقرر. طيب سؤال أتوقع أن تكرر عليك كثير، إيش سر نظارة البشرة الكورية؟ بشرة أسوية بشكل عام لها مواصفات، لها مميزات ولها عيوب زي أي نوع بشرة أخرى. هي بشرة تكون أنعم وكمية الشعر فيها أقل، لكن نفس الوقت أكثر عرضة للكلف. إلى هنا وصلنا لنهاية الحلقة، يا رب إن قدمنا شيء يحوز على ذائقتكم وعلى رضاكم.